السيدات والسادة، مرحبا بكم، مساء الخير. نتمنى تكون هذا اللقاء فيه فائدة مشتركة من بفضل وجودكم والحوار معكم. بطبيعة الحال بغيت ننبه الأخوات والإخوة اللي تفضلوا تكون يكون هذا العرض باللغة الفرنسية، كاين هناك ترجمة وكاين باش يمكن لهم يتبعوه إذن غادي تبقى عندنا من بعد الحرية باش كل واحد إلا بغى يدخل باللغة اللي اختارها أو اللي تيفضل يطرق بعض المواضيع بحال هذه من خلالها. كما تعلمون المندوبية السامية للتخطيط تنجز كل سنة في بداية السنة واحد الميزانية توقعية اللي تتعطي الوضعية اللي بحسب البحوث ديالنا الميدانية الفصلية وحسب المعطيات ديال الحسابات الوطنية اللي تنجزوها تنعطيو إذن الواقع كما تنتوقعوه كما كان الاستيم كيف تنقدروه أو تنحتسبوه، في حين أن سنعطيه كذلك ما نتوقعه فيما يخص السنة المقبلة 2011 فيما يخص هذه السنة هذه. كذلك بغيت نقول لكم أن غير لمجرد تذكير أننا التوقعات ديالنا بالنسبة 2011 تتنبني على ما ورد في الميزانية العامة ديال الدولة كما تبنتها الحكومة وصادق عليها البرلمان، بحيث تيمكن خلال سنة توقع تغييرات أو إجراءات ستكون عندها انعكاس تناخذها بعين الاعتبار من بعد وتنبداو نراجعوا التوقعات ديالنا، وهذا شيء اللي تيوقع في العالم كله، إلا أنه حنايا الإمكانيات ديالنا ديال التتبع بالوضعية الاقتصادية تنديروا المراجعات ديالنا كل 3 شهور، في حين أن مثلا في فرنسا تيديروا المراجعات كل شهر. ولكن على كل حال هذا شيء يعني سائر المفعول به في جميع البلدان، أي أن التوقعات مفروض أنها تغير بتغير الاقتصاد. عندكم واحد الوثيقة بالعربية والفرنسية